قال المواطنون اللبنانيون الأرمن باسم المليون ونصف المليون شهيد لا لبروتوكول قيام علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، والذي كان من المزمع توقيعه في زوريخ مساء. هذه اللا أطلقها المواطنون الأرمن في خلال تجمع احتجاجي شعبي حاشد أقيم في كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس بدعوة من الأحزاب الأرمنية الطشناك والهنشاك والرامجافار، وقد شارك في هذا التجمع النواب والوزراء الأرمن. الكاثوليكوس أرام الأول شدد على أهمية انتفاضة الشعب الأرمني في وجه التطبيع مع تركيا، وقال إن الإبادة هي جرح أليم وقضية ذات أهمية وأولوية بالنسبة للشعب الأرمني. لا وألف كلا لكل المحاولات، لكل المقاربات التي تحاول ترويض عزمنا وقوتنا وتحويل تجمعاتنا إلى حلقات فولكلورية. كلا وألف كلا مني ومن الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء، يقولونها في قلبهم وعلنا. يحاولوننا أن ننسى جارس وأردهان، آني وسيس، أرمينيا المحتلة وخاصة جبل أرارات. الكاثوليكوس أشار إلى أنهم يطالبوننا ويحاولون إسكات صوت الحق، فكيف ذلك ونحن نشهد أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية قد عوقبوا أو سيعاقبون أمام المحاكم الدولية؟